لازم أعمل على تثقيف المجتمع من خلال الدورات التوعوية، والإعلام أيضا يلعب الدور الأساسي، وأيضا المنابر الدينية، لأن حتى الدين الحنيف حث على التعلم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال اطلب العلم من المهدي إلى اللحدي. وأيضا في قوله تعالى في محكم كتابه العزيز قال وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فأكيد الجاهل مستحيل أني أجي أقارنه مع الإنسان المتعلم والواعي. بالتالي إذا أني عملت على تثقيف المجتمع أني راح أنهي على 90 أو إلى 70% من مشاكل المجتمع. إحنا المجتمع العراقي للأسف، يؤسفني قول ذلك، منذ سقوط النظام لغاية الآن تشوهت الشخصية العراقية، أصبح ميول هذه الأجيال الصاعدة ميول سوشال ميديا، يتابع السوشال ميديا ومنصات التواصل الاجتماعي، واهتماماته أصبحت فيها أكثر من اهتماماته التعليمية. نعم. فهو هذا التجهيل المجتمع حتى ما يعرف يختار وما يعرف يكون إنسان سوي ومنتج. يعني هذه إحنا الشباب بالمجتمع هو سلاح ذو حدين، أما قنابل موقوتة أما هو عنصر يعني منتج في المجتمع.